موقف أجهز عليه بالضحك. الزلزولي ينفجر في مؤتمره الصحفي التقديمي، والسبب تشافي. Hay alguna imagen, ya se ha visto, Iago Arrasate hablando contigo. No sé qué es lo que te ha pedido, qué es lo que quiere de ti en el terreno de juego. لا تقلقوا، سنعود بعد قليل لتتمة الفيديو الذي أثر ضجة كبيرة في إسبانيا خلال الساعات القليلة الماضية، وجعله ينتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير الإسبانية أو المغربية. فما السبب وراء ذلك؟ للوهلة الأولى يبدو سؤال الصحفي للمغربي عبد الصمد الزلزولي عاديا جدا، يطلب منه أن يقول له ما الذي طلبه منه مدربه الجديد داخل أرض الملعب بعد التوقيع في صفوف أوساسونا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، قادما إليه معارا من صفوف برشلونة. لكن الأمر تسبب في دخول اللاعب والصحفيين داخل القاعة، والمدير الرياضي المتواجد داخل القاعة براوليو فاسكيز في نوبة ضحك لا منتهية. فما السبب إذن؟ ماذا إن قلت لكم أن السبب هو مدربه السابق في برشلونة تشافي هرنانديز، وسؤال سابق تم طرحه عليه في الموسم الماضي؟ شاهدوا هذا الفيديو حتى تفهموا جيدا. Tú empezaste con Sergi también en el Barça B, es el quien te hizo debutar, pero ya llevas unas cuantas semanas con Xavi, que me imagino que era un ídolo de juventud. ¿Qué te está aportando de momento él como técnico? Pues... ahí me has pillado. Me refiero a él. ذلك الفيديو في تلك الفترة تحول لمقطع متداول بين الإسبان على مواقع التواصل الاجتماعي ومثير للسخرية نظرا لطرافة الموقف وعجز اللاعب عن الإجابة عن السؤال، وأصبحت جملة أهيمي هاز بيادو ترندا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي كجملة يستعملونها من أجل الرد على الأسئلة التي لا يعرفون ردا لها. انظروا كيف رددها الزلزولي مجددا في المؤتمر الصحفي مع أوساسونا. Bueno. Ahí me pilla. No iba por ahí, no iba por ahí. وللإشارة فإن تقديم عبد الصمد الزلزولي كلاعب جديد في صفوف أوساسونا لم يخلو من المفاجآت ولربما حتى الصدمات. ففريق أوساسونا افتتح صفحة جديدة على تويتر بالعربية، والنتيجة كانت مستوى عربية كارثي وأخطاء لا تصدق. اقرأوا ما كتبوه هنا. السلام عليك وبلاغ رسمي ومنتخب أوساسونا. حسنا، نتمنى جميعا حظا سعيدا للزلزولي في مسيرته مع أوساسونا، ونتمنى أن نضحك أكثر من الفرحة عند مشاهدة مستوياته في الملعب.